الرئيس السيسي يوجه بالتركيز على المتميزين من الأئمة وصقلهم علمياً. وزارة الداخلية تكشف حقيقة التسريب الأخير المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة وتضبط المتهمين. الرئيس التونسي يؤكد الإعلان خلال الساعات القليلة المقبلة عن جملة من التدابير للرجوع إلى سيادة الشعب. التاسعة مساء السابعة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضرتكم من القاهرة. بداية هذه النشرة مع ندى رضا. ندى، أهلا نانسي، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتركيز على المتميزين من الأئمة وصقلهم علميا، وخلال اجتماعه بوزير الأوقاف وجه الرئيس السيسي بتعزيز دور المسابقة العالمية للقرآن الكريم في قياس مدى فهم معاني القرآن الكريم ومقاصده. وفي اجتماع آخر مع رئيس هيئة قناة السويس لمتابعة أداء ونشاط الهيئة خلال العام الحالي، وجه الرئيس السيسي بتعزيز مشروعات هيئة قناة السويس في إطار استراتيجيتها الخاصة بتطوير القناة ومجراها الملاحي وكافة مرافقها. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود وزارة الأوقاف في الجانب الدعوي وتدريب الأئمة وفي مجال التأليف والترجمة والنشر. وقد وجه السيد الرئيس بأن يتم التركيز على المتميزين من الأئمة وصقلهم علمياً ومهارياً من أجل تكوين كتلة معرفية تعزز من أداء الجانب الدعوي على أساس صحيح ومستنير. وفي هذا الإطار اطلع السيد الرئيس على جهود وزارة الأوقاف في تدريب وبناء قدرات الأئمة الجدد والموظفين بالوزارة، سواء من خلال ما تنفذه الوزارة من دورات بأكاديمية الأوقاف أو بالتعاون مع الأزهر الشريف ومؤسسات الدولة الأخرى. وقد عرض السيد وزير الأوقاف فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي عقدت مؤخراً والإقبال الدولي الواسع الذي شهدته، باعتبار أن الفوز بها يعد بمثابة شهادة اعتماد دولية في قراءة القرآن الكريم. وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز دور المسابقة في قياس مدى فهم معاني القرآن الكريم ومقاصده وتفسيره، وعدم الوقوف عند حدود حفظه فقط، فضلاً عن الاهتمام برعاية النوابغ من حفظة القرآن الكريم وحسن إعدادهم وتأهيلهم خاصة من النشأ والشباب. كما عرض الدكتور مختار جمعة استعدادات وزارة الأوقاف لعقد مؤتمرها الدولي في شهر فبراير القادم بمشاركة دولية واسعة تحت عنوان عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي، حيث وجه السيد الرئيس بتضمين محاور المؤتمر دراسة متخصصة حول تطور مفهوم الدولة من منظور إنساني. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير الأوقاف استعرض أيضاً جهود الوزارة في مجال التأليف والترجمة وإصدار سلاسل النشر، سواء باللغة العربية أو اللغات الأجنبية المختلفة، فضلاً عن الإصدارات الموجهة للنشأ، وكذا ترجمة معاني القرآن الكريم إلى العديد من اللغات، مشيراً إلى ما تلقاه هذه الإصدارات من قبول واسع من مختلف المراكز العلمية والبحثية بمختلف دول العالم. كما تم عرض ما حققته وزارة الأوقاف من نقلة نوعية في الإيرادات والأرباح خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي بنسبة زيادة بلغت حوالي 15% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، حيث وجه السيد الرئيس بسرعة العمل على إنهاء أي نزاعات بين هيئة الأوقاف وأي جهة أخرى سواء أفراد أو جهات اعتبارية، وذلك في إطار صون أملاك وحقوق الدولة. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. الاجتماع تناول متابعة أداء ونشاط هيئة قناة السويس خلال العام الحالي، وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز مشروعات الهيئة في إطار استراتيجيتها الخاصة بتطوير قناة السويس ومجراها الملاحي وكافة مرافقها، وذلك لدعم التنافسية والمكانة المتفردة للقناة على مستوى حركة التجارة العالمية.
واطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس، حيث استعرض الفريق أسامة ربيع مؤشرات نشاط حركة الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، بما فيها أعداد السفن المارة وحجم الحمولات والحاويات، حيث شهد شهر نوفمبر الماضي تحقيق أكبر حمولة للبضائع العابرة وأعلى إيرادات شهرية في تاريخ الهيئة. كما عرض رئيس هيئة قناة السويس الهيكل الجديد الذي تم الإعلان عنه لرسوم عبور السفن في قناة السويس، والذي سيتم تطبيقه بدءا من شهر فبراير القادم، فضلا عن المردود المتوقع منه، حيث جاء مواكبة لتوقعات المؤسسات الدولية المتخصصة بالنسبة لمعدلات نمو الاقتصاد العالمي وأسعار البترول العالمية. وتم كذلك عرض أصداء مشاركة قناة السويس في معرض إكسبو دبي 2020 من خلال عدد من الأنشطة والفعاليات المختلفة والتي هدفت للترويج للقناة ومنطقتها الاقتصادية. كما عرض السيد رئيس هيئة قناة السويس جهود الهيئة لتطوير أسطولها البحرية وما يضمه من قاطرات وكراكات حفر ولنشات الإرشاد وأقسام مكافحة التلوث ومراكب الصيد وناقلات الوقود، فضلاً عن جهود تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة بطول 40 كيلومتراً، والتي تشمل ازدواج القناة وتوسعة وتعميق المجرى الملاحي لها، وذلك لتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة للقناة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً عرض جهود قناة السويس للوفاء بمسؤوليتها البيئية الدولية، حيث ستقوم القناة بتخصيص حوافز لمشغلي السفن العابرة، وذلك اعتماداً على مساهماتهم في المحافظة على البيئة من خلال تخفيض انبعاثات الكربون، وذلك بهدف تشجيع السفن على استخدام الغاز الطبيعي المسال ومختلف أنواع الوقود ذات النسبة الكربونية المنخفضة، لتصبح قناة السويس كقناة خضراء تشجع وتدعم الحفاظ على البيئة. كما اطلع السيد الرئيس في ذات السياق على جهود تطوير منظومة الطاقة الخاصة بقناة السويس، حيث ستستخدم الطاقة الجديدة والمتجددة من الرياح والطاقة الشمسية في إنارة محطات المراقبة بطول مجرى القناة. كشفت وزارة الداخلية حقيقة التسريب الأخير المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة انطلاقاً من جهود حماية البلاد من المخططات الإجرامية التي تطلع الكيانات المعادية خاصة تنظيم الإخوان الإرهابي بالترويج لها، والتي تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من مقدراته، وذلك من خلال ترويج الشائعات والأخبار المغلوطة بهدف إثارة البلبلة في أوساط المواطنين وتشويه صورة مؤسسات الدولة أمام الرأي العام. وفي ضوء ما رصدته المتابعة مؤخرا من قيام المنابر الإعلامية التابعة للتنظيم بالترويج لمحادثة هاتفية بين شخص يدعى أنه اللواء فاروق القاضي مع سيدة تدعى ميرفت محمد، ادعت أنها مستشارة برئاسة الجمهورية، واتفاقهما على قيام المذكور من خلال علاقاته المتشعبة بالعديد من المسؤولين بالدولة بتسهيل حصولها وبعض المرتبطين بها على عقود لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بإنشائها في مختلف المجالات، وذلك بغرض تحقيق ربح مادي للمذكورة. هذا وأمكن لقطاع الأمن الوطني كشف ملابسات المحادثة الهاتفية المشار إليها وضبط المتحدثين خلالها، حيث تبين أن الأول يدعى حنفي عبد الرازق السيد محمد 61 عاما عاطلا عن العمل، يقيم بمحافظة القاهرة، مسجل خطر جرائم نصب، وسبق اتهامه والحكم عليه في عدد 22 قضية متنوعة نصب وقتل خطأ وتنقيب عن آثار. والثانية تدعى ميرفت محمد علي أحمد البدوي، تبلغ من العمر 52 عاما، حاصلة على ليسانس حقوق، تقيم في محافظة الأسكندرية. أسفرت عمليات الفحص والتحري عن كون المذكورين من العناصر سيئة السمعة التي تنتهج أسلوب النصب والاحتيال بهدف التربح المادي، وعدم سابقة عملهما بأي من مؤسسات الدولة أو أجهزتها الحكومية. وقيام المدعو حنفي عبد الرازق بتسجيل المحادثة الهاتفية المشار إليها لترويجها في أوساط المحيطين به وبثها لمجتمع رجال الأعمال، سعياً لإكساب ذاته الزخم الكافي وإهام الآخرين بتعدد علاقاته بمختلف المسؤولين بالدولة وقدرته على إسناد عقود لتنفيذ بعض المشروعات الكبرى بالبلاد لأي شخص.
وذلك في إطار أعمال النصب والاحتيال التي يطلع بها، كما أسفرت التحريات عن تحديد شخص القائم بالتواصل مع الإخواني الهارب عبد الله الشريف، والذي تبين أنه يدعى وائل عبد الرحمن سليمان محمد، يبلغ من العمر 42 عاما، يعمل سمسار ويقيم في محافظة الإسكندرية، حيث تبين ارتباط السمسار المذكور بالمدعو حنفي عبد الرازق وحصوله على المحادثة الهاتفية منه في إطار محاولة الأخير بإقناعه بقوة علاقاته وإمكانية منحه فرص للاستثمار في مجال المقاولات في ضوء لاحق وفي ضوء تعرض المدعو وائل عبد الرحمن لضائقة مالية. قرر التواصل مع الإخواني الهارب المذكور وموافاته بالمحادثة الهاتفية المشار إليها مقابل مبلغ نقدي، وقام بإرسالها له مع وعد بإرسال مكالمات أخرى على نفس النهج، إلا أن الإخواني الهارب لم يقم بمنحه المبلغ المتفق عليها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المتهمين والتليفون المحمول محل التواصل بين المدعو وائل عبد الرحمن والإخواني الهارب عبد الله الشريف والمتضمن المحادثات بينهما في هذا الشأن. هذا وجاري العرض على نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات. هذا وتنفرد إكسترا نيوز بالمحادثات الصوتية بين الإخوان الهارب عبد الله الشريف والمتهمين. يا زعيم عبد الله الشريف معاك، ومحدش بيفتح التليفون ده ولا بيمسكه ولا بيقع في عيد في إيد مخلوق غيري أنا. فأنا عبد الله معاك، وأظن الصوت بتاعي واضح جدا. تمام؟ بص يا جميل، أنا بالنسبة لي مش عشان أعمل سبق صحفي مثلا ولا أعادي الأولاد الذين دول إن أنا ألبس المصدر اللي جاب لي الحاجة، لأن هي البطولة كلها عندك أنت على فكرة مش عندنا. يعني أنا اللي بعتلي الفويس اللي فات هو ده البطل، أنا مجرد خدته ووصلته للناس، أنا موصلاتي، فأنا مش هستفيد حاجة بضررك. الفويس التاني ده كان 22 دقيقة وما زال عندي قسما بالله 22 دقيقة، كل اللي نشرته منه حوالي 7 دقايق علشان ما ضرش التاني، لأن في حاجات تضر اللي بعتلي. فانت اي حاجه تخصك، اي تلميح على اسمك، اي حاجه فيها صوتك، اي حاجه فيها كده، تاكد تماما مليون في الميه ان هي ما في مخلوق هيسمعها غيري. بص يا جميل، انا بالنسبه لي مش عشان اعمل سبق صحفي مثلا ولا اعادي الاولاد الذين دول ان انا البس المصدر اللي جاب لي الحاجه، لان هي البطوله كلها عندك انت على فكره مش عندنا. صناعه الكذب
حرفة برعت فيها جماعة الإخوان الإرهابية لتشويه صورة الدولة المصرية ومؤسساتها بعدما فشلت في مخططات الهدم والتفريق وإشاعة الفوضى. آخر هذه الأكاذيب محادثة هاتفية مفبركة تمكن الأمن الوطني من كشف ملابساتها بين شخص ادعى أنه اللواء فاروق القاضي وسيدة قالت إنها مستشارة برئاسة الجمهورية، وذلك للترويج بأنهم اتفقا على تسهيل حصولها وبعض المرتبطين بها على عقود في إحدى المشروعات الكبرى بغرض تحقيق ربح مادي للمذكورة. أنا حنف شعب سيد محمد، ممكن في الأطمية، عندي 61 سنة، من صغري كنت بمارس النصب والتنقيب عن الأثار من حوالي 5 سنين. عملت اسم اللواء فاروق القاضي، اتحدت في صفة اللواء فاروق القاضي، شغال مستشار في رئاسة الجمهورية. وبعد فترة طبعا بدأت أقنن من الحاجات دي، أخد الناس اللي عندهم أراضي وعندهم مشاكل ونزاعات على الأرض أخلصها لهم. بعد كده رحت بدأت أقوي علاقتي أكتر بالناس وأعمال الشركات، أوهمهم إن أنا عندي رئيس في الحكومة وتخلصت والكلام ده، وبناء عليها بقيت أخد عمولتي برضه. بعد كده بقيت أخد التسجيلات أصلا اللي موجودة عندي على التليفون، بقيت أبعتها لكل الناس عشان أقوي علاقتي بهم إن أنا ماسك نفسي. من حوالي 3 شهور عرفت واحدة اسمها ميرفت محمد علي، مستشارة في رئاسة الجمهورية. قعدنا اتكلمنا مع بعض، سجلت لها شويه مكالمات حلوين ورحت واخد منهم مكالمه وبعتها لكل الناس اللي عندنا اللي هي من حقنا. فوجئت لقيت عبد الله الشريف الاخواني نزل على تويتر صوت ليا وصوت لميرفت محمد علي. انا اسمي ميرفت محمد علي احمد، مواليد 13/9/69. السنه دي اشتغلت في مجال المقاولات عشان ازود دخلي في مجال المقاولات بالنسبه للعمولات اللي كانت هتجيلي من شغل المقاولات. وتعرفت في شهر 9 اللي فات على شخص بيشتغل في نفس المجال، ادعى ان اسمه اللواء فاروق القاضي وان هو له علاقات مع مسؤولين كبار في الدوله وان هو بيقدر يجيب شغل كتير في مجال المقاولات وان هو له مصالح، يقدر يعمل مصالح قويه في شغل المقاولات. وانا قلت له ان انا شغاله برضو في رئاسه الجمهوريه وان احنا بعلاقاتنا دي نقدر نعمل مكاسب كويسه في شغل المقاولات. واسفرت التحريات عن ارتباط المذكورين من خلال وسيط يدعى وائل عبد الرحمن سليمان بالاخواني الهارب عبد الله الشريف قبل ان يتم ضبط المتهمين والتليفون المحمول محل التواصل. انا اسمي وائل عبد الرحمن سليمان، عندي 42 سنه ومقيم في اسكندريه وشغال في مجال السمسره. اتعرفت على واحد من فترة حوالي 4 شهور ادعى ان هو لواء وقال لي ان اسمه فاروق القاضي، وقال لي ان هو من خلال علاقاته يخلص لي اي قصة في اي موضوع في جهة حكومية من خلال شغله في رئاسة الجمهورية، وبعت لي مكالمات هاتفية. ولقيت من المكالمات دي ان الناس اللي بتتعامل معاه بتكلمه على اساس ان هو يعني بيفخموا فيه وبيحترموه قوي. وفي الفترة الأخيرة حصلت لي مشاكل مادية وفكرت إن استغل التسريبات اللي انتشرت على النت، المكالمات اللي كان بيبعتها لي اللي هو فاروق، وجبت رقم تليفون الإخواني عبد الله الشريف من على اليوتيوب وتواصلت معاه وبعت له المكالمات الهاتفية دي وبلغته إن أنا ممكن أبعت له مكالمات تانية بس دي على خلاف الحقيقة، يعني ما عنديش مكالمات ولا الكلام ده. وهو قال لي وعدني إن هو هيبعت لي 10,000 جنيه على ويسترن يونيون ونصب عليا. ودأب التنظيم على الترويج لأكاذيبه عبر مواقع السوشيال ميديا وتفعيل الحسابات الوهمية حتى تتمكن من تحقيق مستهدفاته بعد أن خسر معركته على الأرض. فطالت هذه الأكاذيب الرعاية الطبية في مصر ونشر الذعر بشأن التصدي لفيروس كورونا والتشكيك في جهود الدولة المصرية لدعم الأشقاء في المنطقة والدول الأفريقية، وكذلك معدلات النمو الاقتصادي التي أقرتها مؤسسات دولية رصينة. لكن الحقيقة الراسخة هي أن محاولة التأثير على الدولة المصرية من خلال هذه الأدوات والحيل الكاذبة التي تسعى لها هذه الجماعة الإرهابية من أجل التشكيك في مؤسسات الدولة وحسن إدارته لا نفع لها ولا طائل منها.
أشاد حزب حماة الوطن بما تبذله وزارة الداخلية من جهود لحماية البلاد من المخططات الإجرامية التي تطلع الكيانات المعادية خاصة تنظيم الإخوان الإرهابي بالترويج لها، والتي تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من مقدراته. هذا وثمن الحزب الجهود الأمنية لكشف المحادثة الهاتفية المفبركة التي أذاعها الإخواني الهارب عبد الله الشريف وسرعة القبض على المتورطين، ويؤكد الحزب دعمه لكافة الجهود المبذولة من أجهزة الدولة للحفاظ على مؤسساتها واستقرارها. ومشاهدينا الكرام، ننتقل الآن لمتابعة كلمة للرئيس التونسي قيس سعيد. من المقاييس، خطر داهم وخطر جاثم وخطر قادم. ومضت الأسابيع بعد 25 من جويليا الماضي، وكان يمكنه الإعلان عن حكومة جديدة في ظرف أيام، بل وفي ظرف ساعات، ولكنني فضلت أن أتحقق بنفسي من ألا يكون أي عضو في هذه الحكومة من أي جهة كانت، وأن لا تشوبه شائبة من أي صنف كان. كما تركت الوقت للوقت وللتاريخ حتى تصير عملية الفرز التاريخي الحقيقي. من صفق للخامس والعشرين من شهر جويليا ولم يجد حظه في الأيام التي بعدها صار يندد بتلك التدابير التي تم اتخاذها، وهناك من جاءته تحويلات من الخارج وهي موثقة في لجنة التحاليل المالية لينقلب على عقبيه ويدعو الرجوع إلى الوراء. لن نعود إلى الوراء أبدا، ولا رجوع إلى الوراء أبدا، فإن كانوا يريدون السير عكس مسار التاريخ فليعلموا أن الشعب لفظهم والتاريخ رفضهم بدوره. فلا ثبات ولا مبدأ عندهم على أي قيمة من القيم. كانوا يعتقدون أنني سأوزع المناصب والحقائب، هكذا يسمون الوزارات، ولكن حين يأسوا انقلبوا على أعقابهم خاسئين. وأكثر من ذلك، كانوا في بعض المناسبات ولم تكن قليلة يعيدون بالحرف الواحد ما كنت أقول لهم في بعض الجلسات، وينسبونها إلى أنفسهم، ثم يختمون كلامهم بأقذع الكلام. ثم قال بعضهم في الأيام الأخيرة أنهم هم الذين ساهموا في اتخاذ التدابير الاستثنائية، فشكرا لهم على مساهمتهم
وشكرا لهم على ادعائهم وكذبهم، لأنهم لو كانوا صادقين لماذا تغيرت مواقفهم؟ فقدوا الأمل في المناصب وتحولوا إلى دعاة ضد ما يسمونه بالانقلاب. فعن أي انقلاب يتحدثون؟ ويتحدثون أيضا عن الحكم الفردي ويندّدونه بالحد من الحريات. من تم سجنه أو تم حتى رفع دعوة إلى القضاء من أجل فكرة أو من أجل موقف أو من أجل تظاهر في الطريق العام، بالرغم من أننا نعيش في ظل حالة الطوارئ، أنني اتخذت القرار بمفردي لوحدي بعد استشارتي من استمت استشارتهم. اتخذت هذا القرار لأنني عندما عدت من مدينة الرديف قلت كيف سأقف أمام ربي وأمام شعبي. اتخذت هذا القرار لأن الوضع اقتضاه والمسؤولية اقتضته والواجب فرضه للحفاظ على الوطن، ثم أيضا لوضع حد لنهب مقدرات الشعب. ومرة أخرى بدأ الطمع يظهر والجشع يبرز والاستهزاء بإرادة الشعب والتنكيل به في معاشه وفي محيطه البيئي بل وفي كل مظاهر الحياة. وأكثر من هذه المظاهر التي يعرفها الجميع ثبت بما لا يدعو لأي مجال للشك أن هؤلاء تقاضوا الملايين من الدولارات ومن الأورو من الخارج في الانتخابات الماضية، وما زالوا يدفعون الأموال ويتقاضونها خارج كل إطار قانوني، ولم يلاحقهم أي جزاء. ينتظرون انقضاء الآجال، فأين القضاء؟ لماذا لا يحاسبون هؤلاء كما يحاسبون الفقراء والمساكين؟ اتخذت القرار الذي كان عليه أن أتخذه لأنني لن أترك وطني فريسة للوحوش وللكواسر. والحمد لله أنه قد تم في الفترة الأخيرة الماضية الفرز التاريخي. الفرز ليس في مراكز قرار الفرز في صناديق الانتخابات، ولكن الفرز في محكمة التاريخ. وأعلن اليوم 13 من شهر ديسمبر من سنة 21 و2000، قبل أيام قليلة من الاحتفال بالذكرى 11
لهذا الانفجار التاريخي غير المسبوق، لهذا الارتفاع الشاهق في التاريخ غير المسبوق على الإجراءات التالية. أولاً، يبقى المجلس النيابي معلقاً أو مجمداً إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة. ثانياً، تنظيم استشارة شعبية بداية من الفاتح من شهر جانفي القادم، وقد تم بعض الأعداد للمنصات الإلكترونية، كما بدأت بلورة الأسئلة التي أردناها أن تكون واضحة ومختصرة حتى تمكن الشعب من التعبير عن إرادته بعيدا عن التعقيدات الفنية. وقد تم اتخاذ كل الاحتياطات لتأمين هذا الاستفتاء الإلكتروني أو الاستشارة الشعبية. وإلى جانب هذه المنصات سيتم تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية مع الشعب التونسي، على أن تنتهي هذه الاستشارة في الداخل وفي الخارج على السواء في 20 من شهر مارس، تاريخ يوم الاحتفال بذكرى الاستقلال. ثالثا، تتولى لجنة سيتم تحديد أعضائها، وسيتم تنظيم اختصاصاتها، وسيتولى أعضاء هذه اللجنة التأليف بين مختلف المقترحات والإجابات على أن تنهي أعمالها قبل موفى شهر جوان القادم. رابعا، يتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 من شهر جويلية، تاريخ الاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية. هذا بطبيعة الحال إلى جانب عدد من الإصلاحات الأخرى التي تتعلق بتنظيم الانتخابات وبكيفية الإشراف عليها، بعيدا عن أي تدخل من أي جهة كانت، وبعيدا أيضا عن هذه القوانين التي وضعوها على المقاس. خامسا، تنظم انتخابات تشريعية إن شاء الله تعالى وفق القانون الانتخابي الجديد يوم 17 من شهر ديسمبر من سنة 2022، أي بعد حوالي عام من الآن، بعد الاستشارات وبعد التنقيحات التي سيتم إدخالها خاصة على القانون الانتخابي وعلى عدد من النصوص الأخرى. سادسا، سيتم في الأثناء وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي وفق التصور الذي تم الإعلان عنه منذ سنة
12,000 يتم ترتيب المتهمين أو التي تعلقت بهم قضايا ترتيبا تنازليا من الأكثر تورطا إلى الأقل تورطا، ويتم ترتيب المعتمديات من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا، فيتولى الأكثر تورطا القيامة بمشاريع تعود للدولة وللأهالي في ظل الأحكام المنصوص عليها. هذه أموال الشعب يجب أن تعود إلى صاحبها وليس لمن اختلس هذه الأموال وليس لمن ابتز هؤلاء في حملات انتخابية أو في بعض العمليات الاحتجاجية المفضوحة لأنها موثقة بالصور وبالتقارير. سابعا، محاكمة كل الذين أجرموا في حق الدولة التونسية وفي حق شعبها، ولا زالوا الآن يجرمون وعلى القضاء. وأؤكد على القضاء أن يقوم بوظيفته في نطاق في إطار الحياد التام. سنتحدث اليوم في تونس عن قضاء فلان وعن القاضي التابع لفلان. القضاء مستقل وعليه اليوم مسؤولية تاريخية في أن يعطي كل ذي حق حقه مهما كان مركزه. يا شعب تونس العظيم في كل مكان في الداخل والخارج، هذه مسؤولية نتحملها أمام الله وأمامكم. وأقول للمناوئين الذين دأبوا على المكر والكذب والافتراء أن عمقنا الشعبي أعمق بكثير من عمقهم الشعبي، وأننا لا نبغي إلا إصلاحا وتحريرا للوطن وتحريرا للمواطنين الذين جثم من ذكرتهم على صدورهم وصادروا حريتهم، بل صادروا حقهم في الحياة فضلا عن الشغل والحرية والكرامة الوطنية. أنني على يقين أن هذه المواعيد يجب أن تنفذ حتى تعود السيادة إلى صاحبها. قد تكون هذه الطريق محفوفة بالمخاطر، ولكننا لا نهاب الصعاب وسنتجاوز كل العقبات بإذن الله تعالى وسنتصدى.
إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه كلمة للرئيس التونسي قيس سعيد، تحدث فيها عن المتاجرة بآلام الشعب التونسي والتنكيل بالمواطنين الفقراء في الفترات الماضية. تحدث عن الجهات التي سعت للحصول على الأموال لصالحها وتهري بها إلى الخارج، وأن ما حدث في تونس لم يكن انقلابا أو عودة للحكم الفردي، وأن هناك أطراف تلقت ملايين من الدولارات من الخارج. وفيما يتعلق بفيروس كورونا، تحدث الرئيس التونسي عن السيطرة على تفشي فيروس كورونا بدعم من الأصدقاء والأشقاء وتحقيق أرقام قياسية في عملية التطعيم. بناء على هذا المشهد في تونس، تم اتخاذ بعض القرارات، أن يبقى المجلس النيابي معلق أو مجمد إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة. دعا الرئيس التونسي لتنظيم استفتاء شعبي بداية من يناير المقبل حتى يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته، ينتهي في 20 مارس. ثالثا، تتولى لجنة سيتم تحديد أعضاء هذه اللجنة وتنظيم اختصاصاتها، تتولى أعضاء هذه اللجنة التنسيق بين مختلف الاقتراحات. يتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء في 25 يوليو، ويتم تنظيم انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر عام 2022. سيتم في هذه الأثناء أيضا وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزئي وفق التصور الذي تم الإعلان عنه في 2012. أخيرا، محاكمة كل الذين أجرموا في حق الدولة التونسية والشعب التونسي. اختتم الرئيس التونسي قيس سعيد حديثه بكلمة أنهم لا يريدون إلا الإصلاح والتحرير للوطن. عودة مشاهدينا إلى سياق هذه النشرة، وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الفساد يشكل أحد العقبات أمام تحقيق التنمية المستدامة. وفي كلمته خلال النسخة 9 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بشرم الشيخ، أشار مدبولي إلى أن دستور مصر سطر مواد تلزم فيها الدولة أجهزتها بمحاربة الفساد. يشكل الفساد أحد العقبات أمام تحقيق التنمية المستدامة، فهو ظاهرة متعددة الأبعاد تقوض النمو والازدهار وتعيق تحقيق جودة الحياة وتؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر وضعف الثقة في المؤسسات العامة، كما تؤثر سلبا على حقوق الإنسان. لذا يجب التعامل مع منع ومكافحة الفساد باعتبارها قضية محورية تتداخل مع كافة أوجه التنمية المختلفة، مع التأكيد على أن الفساد ليس فقط شأنا محليا ولكنه عابر للحدود، الأمر الذي يفرض علينا ضرورة التعاون الجاد والمثمر. السيدات والسادة الحضور، لقد سطر دستور جمهورية مصر العربية عام 2014 مواد تلزم فيها الدولة أجهزتها بمحاربة الفساد، وأكدت نصوصه على أن الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية لديها الاستقلال الفني والمالي والإداري، كما ألزم وحدات الدولة المعنية بالمشاركة في وضع استراتيجية وطنية لمنع ومكافحة الفساد، وتلك الالتزامات تنعكس بشكل مباشر على بناء جهود التنمية وحقوق الإنسان. استمع محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل الشوشة لمشاكل المواطنين خلال جولة قام بها في قرى جنوب شيخ زويد. أكد محافظ شمال سيناء تلبية مطالب المواطنين في توفير جميع الخدمات من كهرباء ومياه ورفع كفاءة الوحدات الصحية والمدارس في مختلف القرى، مشيدا بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة في تطوير قرى جنوب الشيخ زويد. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. سيادة اللواء، في البداية برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز إلى هذه الجولة الإخبارية. سيناء أمام مرحلة جديدة شديدة الاختلاف يا فندم، ما الملامح الأهم التي يمكن الإشارة إليها في هذا السياق؟ هو طبعا أهلا بيكي وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا محمد. هو طبعا إحنا النهاردة يعني كنت الجولة أساسا لتهنئة أهلنا بعودتهم إلى
قراهم وتجمعاتهم اللي موجودة، وكانت حاجة يعني مفرحة جدا، يعني زي بالضبط كده اللي احنا بنشوفه ما بيكون حد غايب عن مصر وينزل أرض المطار ويبوس الأرض، فده كان المنظر موجود. احنا طبعا كان في مجموعة من القرى في جنوب الشيخ زويد، كان العناصر التكفيرية والعناصر الإرهابية كانوا يعني أجبرهم هؤلاء الناس إنهم يسيبوا أماكنهم، وإحنا بعد القوات المسلحة والشرطة المدنية ما عادت السيطرة على كل هذه العناصر بدأ الناس يرجعوا أماكنهم مرة تانية عشان يزرعوا بقى ويمارسوا حياتهم العادية، فكان لازم أكون موجود عشان خاطر أشوف المشاكل الرئيسية اللي موجودة عندهم وناخد قرارات فورية في مكان الحدث يعني، ونوفر لهم وندبر لهم كل حاجة. طبعا طيب سيادة اللواء، أبرز القرارات يعني من خلال متابعة حضرتك للمشهد بشكل كامل، وأن حضرتك كنت مع أهالينا في الشيخ زويد واستمعت لمشاكلهم زي ما حضرتك تفضلت وذكرت، كمان الصور بتتحدث، أبرز المشاكل اللي اتكلموا فيها مع حضرتك وأبرز القرارات اللي سيتم البدء فيها على الفور؟ هو في قرارات خدناها على طول واحنا واقفين في اماكننا، وهي خاصه بالمرافق الاساسيه اللي هي الكهرباء والميه على طول، ده كان القرارات سريعه على طول والشغل بدا فيها على طول. الحاجه الثانيه الرئيسيه ان احنا كان هناك احنا بنصرف تعويضات للناس نتيجه التخريب اللي حصل لبيوتهم وزراعاتهم وكلام من ده، احنا كنا التعويضات اللي كانت بتتصرف بعض الناس اشتكت ان هي قليله شويه، انا النهارده برضو خدت قرار بان التعويضات تزيد من 25% ل 50%. بالظبط. طيب يعني سيادة اللواء، وحضرتك بتتكلم تحدثتم ايضا عن اعاده حصر الاراضي الزراعيه بالكامل مره اخرى، ما الاهداف وراء هذا القرار يا فندم؟ ان في بعض الناس احنا عارفين ان الزراعات الرئيسيه اللي هي موجوده في شمال سيناء عموما اللي هو الزيتون واللوز والزراعات الفواكه الثانيه وكلام من ده، وكل نوع من هذه الاشجار له سعر بتاعه، فكان حصل بعض الاخطاء في عمليه الحصر سواء من حيث المساحات او من حيث نوع الزرع يعني ذات نفسه. احنا طبعا لازم عشان كل واحد ياخد حقه، فاحنا هنعيد بعض الزراعات اللي كان حصل فيها يعني حاجات مش مضبوطة، وان شاء الله اهلنا كلهم كل واحد ياخد. طيب سيادة اللواء، يعني أخيرا يمكن أنا بدأت حديثي مع حضرتك بأن سيناء أمام مرحلة جديدة شديدة الاختلاف، وحضراتكم أيضا أشرتم إلى المشاريع التنموية التي ستشهدها الشيخ زويد بشكل عام، أبرز هذه المشاريع سيادة اللواء، ويعني رسائل حضرتك أيضا لأهالينا في سيناء؟ لا هو طبعا احنا الشيخ زويد بتمتاز بالزراعه، فاهم حاجه احنا هنبدا ان شاء الله نشتغل فيها اللي هو الابار اللي كانوا بيزرعوا عليها، دي حاجه رئيسيه، زائد ان احنا ان شاء الله في طريقنا لانشاء منطقه للصناعات الغذائيه اللي هي الصناعات اللي بتعتمد على الحاجات المنتجه من اهلنا في شمال سيناء، بحيث ان هو يقدر يا اما الحاجه بتنزل السوق فريش عاديه او مصنعه طبقا لنوع الحاجه. الحاجه الرئيسيه الثانيه ان الناس كلها في الشيخ زويد وفي رفح يعني بيستقبلوا عوده اهلهم اللي رجعوا مره ثانيه حاجه يعني مشرفه، وحاجه وكل واحد بيبقى عايز يجيب واحد يقعده معاه قبل ما يجهز حاجته ويجهز حاجاته وكلام من ده، فدي انا بنتهز الفرصه برضو بوجه الشكر والتقدير الى الجمعيات الاهليه. الجمعيات الاهليه قايمه بدور كويس قوي ودور فعال وبيساعدوا الاهالي في
يعني توضيب منازلهم، اللي عايز سقف او عايز سقف خشب بيتعمل، يعني دور بارز عملته الجمعيات الاهليه. نعم. لصالح الناس كلها اللي هي موجوده. نعم سياده اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، انا بشكر حضرتك جزيل الشكر، كنت ضيفي عبر الهاتف. توجه حزب مستقبل وطن بجزيل الشكر والعرفان لوزارة الداخلية وأجهزتها على جهودهم المتواصلة التي لا تنقطع من أجل حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره وإجهاض المؤامرات والمخططات التي تحاك من قبل الجهات المعادية وقوى الشر، خاصة جماعة الإخوان الإرهابية التي تسعى دائما للإضرار بالوطن والنيل من مقدراته. ويؤكد الحزب على أن سرعة كشف ملابسات التسريبات المفبركة التي أذاعها الإخواني الهارب عبد الله الشريف عبر المواقع الإلكترونية وضبط الجناة واطلاع الرأي العام على حقائق الأمور يعزز الفخر والثقة في قدرات الوطن بالتصدي للمحاولات المتكررة لترويج الشائعات والمعلومات المغلوطة والمزيفة التي تستهدف التشكيك في مؤسسات الدولة ورموزها أمام الرأي العام الدولي والمحلي. هذا وأكد الحزب على دعمه ومساندته للرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة مؤسسات الدولة لجهودهم المبذولة لتحدي الصعاب وتذليل العقبات أمام تحقيق التنمية والازدهار للوطن. وصلنا مع حضراتكم لختام هذه الجولة الإخبارية، لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر إنستغرام ويوتيوب. أشكر حضراتكم على طيب المتابعة والشكر موصول للزميلة نانسي نور.